ستة، أخطر قرار في العالم آخر 5 دقائق قبل استخدام السلاح النووي. أخطر قرار في العالم اللي ممكن ياخده الرئيس الأمريكي أو الرئيس الروسي في أن يوجه ضربات نووية. دلوقتي الخبراء في العالم كله بيدرسوا الموضوع، ماذا لو تم ضرب كوريا الشمالية بالسلاح النووي؟ مين ياخد القرار؟ هل الرئيس الأمريكي لوحده، يعني رئيس ترامب لوحده ياخد قرار يلا دلوقتي اضربوا كوريا بالقنبلة النووية، ولا في حد معاه لابد ياخد رأيه؟ ويا ترى مين اللي معاه اللي ممكن يستشيرهم؟ السؤال ده طرح على دويتش فيلا، طرحته على بروس بلير، وبروس بلير خبير في القضايا النووية، وهو أيضا باحث في جامعة برينستون وعضو في مجلس استشاري تابع وزارة الخارجية الأمريكية. بروس بلير أجاب على دويتش فيلا على النحو التالي، أول مرة يكون في شرح دقيق بهذا الشكل لكيف يتم اتخاذ قرار الضربة النووية. واحد، الرئيس ترامب له الحق المطلق في أنه هو يوجه ضربة نووية ودون استشارة أحد، يعني يحق لي أنه لا يستشير أحد، هو بس يقرر يضرب، لا يجب عليه أن يشير أحد، إنما لازم بيشير كواقعية سياسية، إنما مش ملزم قانونا بأنه يستشير أحد، له وحده القرار المطلق في استخدام السلاح النووي. 2، طبعا هيتشاور حتى له الحق المطلق، إنما أكيد هيتشاور قبل ما ياخد هذا الحق. بيتشاور مع مين؟ بيكونوا في هذه الحالة 4 مع الرئيس: وزير الدفاع، رئيس الأركان، مستشار الأمن القومي، وبعدين قائد الأسلحة الاستراتيجية، يعني قائد السلاح النووي اللي موجود في ولاية نبراسكا. يبقى إذن الرئيس بيكلم وزير الدفاع، رئيس الأركان، مستشار الأمن القومي، قائد القوات الاستراتيجية اللي موجود في نبراسكا. يبقى 1+4، الرئيس والأربعة دول يا إما بيلتقوا في مكان واحد غرفة عمليات، أو إن هم دائرة تلفزيونية مغلقة. طيب النقطة اللي بعدها، خلاص اجتمعوا والرئيس قرر إنه يستخدم السلاح النووي، في هذه الحالة يصدر قرار. إذا أصدر قرار باستخدام السلاح النووي ينضم طرف خامس. مين الطرف الخامس؟ غرفة العمليات في البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكية. غرفة العمليات الرئيس بيكلمها يقول لهم أنا أديت قرار أو أصدرت قرار باستخدام السلاح النووي، تطلع الصواريخ من المكان الفلاني تضرب المكان الفلاني، يحدد الهدف بتاع الضربة بالظبط. في هذه الحالة بيقول له لازم تثبت ان انت الرئيس الامريكي، فلازم يقول الشفرة، بيسموها الشفرة الذهبية. اول ما يقول الشفرة الصحيحة تمام يبقى انت الرئيس، يبقى كده هنبدأ تنفيذ الامر. غرفة العمليات في البنتاغون، الجيش الامريكي بقى يصدر الامر التنفيذي لنبراسكا الى قادة القوات الاستراتيجية الامريكية في نبراسكا. هل ممكن القائد اللي موجود في نبراسكا يرفض؟ ممكن، لكن ممكن يقول للرئيس القرار ده مش حكيم، احنا ممكن العالم كله يروح في داهية، في بدائل احسن من كده، ممكن يقول ده، بس عمليا مش ممكن الرئيس هيصل الى قرار اتخاذ قرار ضربة نووية الا اصلا بيكون قائد قوات استراتيجية على علم ان في تفكير في هذا الاتجاه. يعني دلوقتي طبقا لهذا المحلل دويتش فيلا بيقول انه الجيش الأمريكي موافق على توجيه ضربة نووية لكوريا الشمالية، وبالتالي لو الرئيس ترامب خد القرار في أي وقت الكل سيوافق على هذا القرار. الوقت بقى قد إيه؟ لما الرئيس يقعد اللي احنا قلنا عليها صيغة 1+4، اللي هو الرئيس، وزير الدفاع، رئيس الأركان، مستشار الأمن القومي، قائد القوات الاستراتيجية، هذا الكلام لغاية ما يوصل لغرفة العمليات في البنتاغون ده 5 دقائق. من غرفة عمليات البنتاغون لنبراسكا دقيقة، من نبراسكا لانطلاق الصواريخ في وسط غرب أمريكا، الصواريخ النووية الجاهزة 600 صاروخ نووي جاهزين، دقيقة. لكن لو الأمر مش للصواريخ اللي موجودة في وسط غرب أمريكا، إنما الأمر للغواصات النووية ياخد مدة أطول، 10 دقائق.
يبقى إذن 5 دقايق من الرئيس للبنتاجون، وبعدين زود دقيقة من البنتاجون لبراسكا يبقى 6 دقايق، وبعدين دقيقة من تنفيذ نبراسكا لغاية خروج الصواريخ يبقى 7 دقايق من أول الرئيس مد القرار لغاية انطلاق الصواريخ 7 دقايق. إنما لو غواصات نووية هيستغرق الأمر أكتر من ربع ساعة بدقيقة أو دقيقتين زيادة. لأول مرة يكون في شرح دقيق قدمه خبير وأيضا استشاري في الخارجية الأمريكية وأستاذ في الجامعة الأمريكية المرموقة برينستون لكيف يتم اتخاذ القرار في حال أن يقرر رئيس ترامب توجيه ضربة نووية إلى كوريا الشمالية. لا قدر الله لو حدث ذلك وبقى العالم إزاء القنبلة النووية الثالثة، ده معناه إحنا إزاء جحيم جديد لا نعرف كيف ينتهي.